أول ما تسمع عن فعل متعدي أو لازم، لازم تستحضر القاعدة دي. ما الفعل اللازم؟ كل فعل يكره هاء. ما الفعل المتعدي؟ كل فعل يحب الهاء ليعتدي عليها. ناخدوا تطبيقات من امتحانات ثانوية عامة 2021. علمي جاب لي أفعال: جلس مطرقا ورأسه بين كفيه. جلس دي متعدي ولا لازم؟ هنعمل ايه؟ هنقول جلسه تنفع؟ لا ما تنفعش، يبقى ده لازم. ما عدش أسأل جلس ايه، لأن ممكن أقول جلس ايه وفي الآخر تحصل المشكلة وفوجئ إن أنا قلت مطرقا هي المفعول، ممكن أغلط. لكن الصح إن أنا بعمل ايه؟ الصح إن أنا بقول جلسه، بحط لها الهاء وهي الهاء اللي بتحكم. تذكر ينفع؟ فتذكره، أيوه ينفع، يبقى ده متعدي. طب فين المفعول؟ أنا مش لاقيه في الجملة. أنت ما تدورش على المفعول بقى. وعلى العموم لو دورت على المفعول، هو هنا المفعول به المصدر المأول أن لديه عقلا، أنه اسمه وخبره. طيب عندي الفعل يسعى، ينفع يسعى؟ ما ينفعش. ينفع هبة؟ هبه؟ ما تنفعش. يبقى لازم هو فعل واحد اللي هو تذكر. ثانوية عامة 2021 أدبي: أسبغ الله علينا نعمة. أسبغ إيه نعمة؟ أسبغه تنفع؟ أسبغها تنفع؟ أسبغه وأسبغها تنفع، بدام قبلت الهاء تبقى متعدي. طيب فوجب علينا أن نتعامل. فوجبه ما تنفعش. نتعامله ما ينفعش. نحافظه ما ينفعش. يبقى أسبغ هي المتعدية بس. ما نسألش إيه، لأن السؤال بإيه هيلخبطنا. أهم حاجة الهاء، تحط الهاء هي اللي تحدد لك اللازم المتعدي. شكرا.